تلقى رسائل كثيرة في هذه المناورات، أولاً في حجم ومقدار القوة المستخدمة سواء على مستوى البحرية الأمريكية أو مستوى سلاح الجو أو مستوى الأعداد، والذين ربما من صنوف شتى، بعضها يتعلق بالاستخبارات وبعضها يتعلق في التغطية على انسحاب أو ذهاب الطائرات التي ربما يخطط أن تقصف مواقع مهمة لها علاقة بالبرنامج النووي الإيراني داخل إيران. الفكرة الحقيقة الإدارة الأمريكية العسكرية، رئاسة الأركان أو بعض الذين ربما طلبوا عدم نشر أسماءهم في تصريحات متعلقة بهذه المناورات والجهة المستهدفة منها والرسائل التي ربما يراد إيصالها، لم ينكروا أن الجهة المستهدفة هي إيران باعتبارها عدو إقليمي في المنطقة، وأنها ربما تسعى إلى أن تثير المشاكل سواء في الإقليم أو على مستوى العالم من خلال برنامجها النووي الذي ربما لم تقدم إيضاحات عن تجاوزاتها وعن ما وجد من آثار لليورانيوم المنضب في 3 مواقع. وحتى هذه اللحظة تتملص إيران من إعطاء تفسير منطقي وعلمي لوكالة الدولية للطاقة الذرية. القضية تتحمل تأويلات كثيرة، يعني أنا من زاويتي أرى أن إسرائيل أكملت استعداداتها لتوجيه الضربة التي تريدها إلى إيران، وهي تعلم، إسرائيل بالتحديد تعلم أن إيران تستغل كل الأحداث الموجودة في المنطقة وربما كل العقوبات التي تصدر بحقها من أجل أن تسرع بمشروعها. يعني عندما كانت ربما ضمن سقف الاتفاق النووي كانت تعمل ببطء شديد وبسرية تامة وبمناورات توهم الطاقة، وكالة الدولية للطاقة الذرية وحتى كاميرات المراقبة وكل المفتشين أنها ملتزمة بالاتفاق النووي، لكن كانت تعمل ببطء على تطوير هذه القابلية. الآن من خلال العقوبات ومن خلال ربما استهداف إسرائيل لقطاعاتها وحشودها وأسلحتها التي ربما تفكك في إيران وتجمع في سوريا أو في جنوب لبنان، الآن باتت المسألة واضحة وهي في سباق مع الزمن من أجل أن تعلن عن امتلاكها للسلاح النووي، وهذا ما أيضا تتيقن منه إسرائيل 100%، يعني ليست نسبة 90% أو 95%. إسرائيل نشرت ربما، وهي التي ذكرت هذا الموضوع، نشرت رادارات في منطقة الخليج العربي لدولتين عربية في منطقة الخليج العربي. إسرائيل أجرت العام الماضي في قبرص من يعني مناورات خاصة بالضربة الجوية، طيران 1100 كيلو متر، استخدام طائرة تم تحويرها وهي قادرة على الذهاب إلى أماكن بعيدة وتحويرها بحيث تحمل قنبلة زنة 1 طن لقصف موقع معين يراد قصفه، ثم تدريبات حول استعادة الطيارين الذين ربما يضطرون للقفز في داخل الأراضي الإيرانية وإيصالهم إلى ربما مناطق لدول صديقة أو إلى إسرائيل مباشرة. إذن إسرائيل منذ العام الماضي، منذ حزيران العام الماضي وما بعده، هي في حالة حركة دائمة بغض النظر عن الحكومة التي تأتي والتي ستأتي في إسرائيل. عندما يتعلق الموضوع بالأمن الإسرائيلي فالكل هم في صف واحد وفي جبهة واحدة، والاعتماد يكون تقريبا بدرجة كبيرة على وكالة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في رفد القيادات السياسية بالمعلومات الدقيقة عن تطور هذا الملف. وهذا الملف في الحقيقة تعتبر إسرائيل ملف وجودي، لأنها هي في حقيقة الأمر تعلم أنها إذا ضربت إيران فهناك ربما ما لا يقل عن 3 جبهات تفتح عليها. يعني التقديرات إسرائيلية تقول أنه إذا ضربت إسرائيل إيران فإن حزب الله وحده سيطلق يوميا معدل 1500 صاروخ أرض أرض يصيب بها المناطق الإسرائيلية دون تمييز، وأن قطاع غزة سيلتهب ويشتعل أيضا، وفي سوريا أيضا ربما تفتح جبهة شمالية
جديدة باستخدام القوات والميليشيات الإيرانية والميليشيات العراقية والميليشيات الأفغانية وغيرها. وهذا الموضوع كل له حسابه، لكن يبقى الخطر الأهم والأدهم هو أنه يكون لدى إيران قدرة نووية تستطيع بها أن تتحدى الوجود الإسرائيلي وتتحدى الهيمنة الإسرائيلية في هذا المنطقة.